اللي ينطلق من خلالها خيسي رودريجيز عشان يتقدم هنا. خطأ في وسط الملعب من إتريسيبي. الأدوار الدفاعية تطورت، الخطأ من لاعب الارتكاز اتمررت سريعا وهدف. لكن ايه، شوف رونالدو الجديد، ادي رونالدو كان ممكن هو يسجل، كان ممكن، فيش تسلل، ادي رونالدو فيش تسلل وهو اللي كان ممكن يروح، لكن عملها الخيسي. خيسي رودريجيز امامنا حطها حلوه قوي، سجل في برشلونه وسجل في فالنسيا، وده هدفه الثالث في الليجا لاول مره اساسي في الليجا، لعب اساسي امام جلطة سراي، كان سجل ايضا في اوساسونا وسجل في اسبانيول في اطار الكاس. امامنا هنا في مباراه العوده لمسه حلوه من خيسي وهدف جميل للاعب بيؤكد انه بالفعل هو البديل الاجهز والاصلح لجارس بيل الويلزي الغائب النهارده. والكره صعبه على جوركا وترجمه حقيقيه لضغط مستمر. الريال يسجل لان